أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت السلطات في غزة مقتل 140 شخصا وجرح المئات، حالة بعضهم حرجة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الليلة الماضية. بهذا ترتفع الحصيلة الكلية وفق التلفزيون الرسمي إلى 5300 من القتلى والمصابين إلى 18,000. واستهدفت الغارات وفق الوكالة منازل مدنيين في محافظة رفح جنوب القطاع، حيث قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب العشرات. وفي وسط وشرق خان يونس قتل 23 شخصا بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 80 آخرين بحسب مصادر طبية. كما قتل 13 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ في غزة. أولادنا وبناتنا بموتوا، أولادنا وإحنا بدنا نموت هان، إحنا بدنا نموت هان. فيش تهجير، بدك تضرب الشفا اضرب، بدك تضرب المستشفى تضرب، بدنا نستشهد هان. إحنا مرابطين هان من اليوم للأزل، للأزل هان، هذه أرضنا. عشان اولادي كلهم استشهدوا وزوجتي، يا عم ما ضل ليش الا ولد كان واقف على باب المخبز يجيب خبز، فاهم كيف؟ وانا رحت اجيب اعبي قلن ميه. تكبير واحنا كلنا اولادك يا عم. هاي حلو يا عم، عن روح الشهداء احنا بنوزع حلو. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه هاجم 400 هدف وصفها بأنها عسكرية في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. أضاف في بيان أنه قتل عددا من وصفهم بأنهم قادة حماس. قال متحدث عسكري إسرائيلي أن الحرب في غزة ستستمر أسابيع طويلة، وأكد أن الجيش جاهز وبانتظار التعليمات السياسية. وأضاف المتحدث العسكري أن إسرائيل تتعلم من تجربة الولايات المتحدة في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا رئيسيا في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. كان هناك توجه من وزارة الصحة الفلسطينية والإدارة العامة للمستشفيات بافتتاح أقسام موازية للأقسام الموجودة في المستشفيات، وذلك بسبب اكتظاظ أقسام المستشفيات بالجرحى والمصابين. فكانت هناك فكرة لافتتاح أقسام للجرحى الذين تم التعامل معهم في المستشفيات من إجراء عمليات وغيار للإصابات، وبدأوا في التماثل للشفاء، فتم إخلاء هؤلاء الجرحى إلى أقسام افتتحت في مدارس الإخلاء. جابونا عن مدرسة عشان برضو هنا نقطة طبية وبراعونا وبشوفوا وضعنا كيف، وأي واحد يتعب فينا بده إشي بعملنا اللازم. طلعونا من تحت الأنقاض، يعني كان إحجار علينا. حاولت إني أشيل راسي ما قدرتش، يعني وقتها قبل ما يجي الناس عرفت إنه في أشياء كثيرة طايحة علينا، وطلعونا الناس من تحت الحجار ركام. Thank you.
كل مرافق الحياة دمرت للفلسطينيين اللي عايشين تحت القصف تحت النار، وكمان إنه النازحين من الشمال على الجنوب زادت تتفاقمت المأساة. وهي الناس اللي انت شايف من الفجر الساعة 5 وهم بيستنوا ياخذوا دور على ربطة خبز تكفيش 5 أفراد. حتى ما قبل الحرب الناس كانت بتعاني، يعني الناس وصلت طبقة الفقر تحت الصفر، وما بالك لما بيجيك ضيوف كمان، يعني بلا مؤاخذة أهل غزة على راس من فوق، بس لما بيجيك نازح من غزة بيقعد عندك برضو، هذا برضو عبء. جيت أسوق خضرة ولقيت الخضرة غالية كثير، الأسعار خالي فوق ما تتصور. ذكر إعلام فلسطيني قبل قليل بأن صفارات الإنذار ضوت قبل قليل في النقب الغربي، وصباحا أفاد مراسل الحدث بإطلاق رشقات من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف. من المنطقة الحدودية مع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا. إذن هل ما زالت رشقات الصواريخ تطلق حتى الآن من غزة، وأيضا ماذا عن صفارات الإنذار التي ضوت قبل قليل؟ بوتيرة أقل، هذا واضح وليس مفاجئا بأن تكون الرشقات الصاروخية متقطعة وليست مكثفة كما في الأيام الأولى، لأن الفصائل تدرك تماما بأنها مقبلة على حرب طويلة الأمد، قد تكون لأسابيع وحتى لأشهر. لهذا يقومون بإطلاق دفعات من الصواريخ، رشقات معينة. قبل بالفعل 20 دقيقة من الآن كانت الرشقة الأخيرة على منطقة مستوطنات النقب الغربي، قبلها كانت رشقات على هذه المناطق سديروت والمناطق المحيطة بقطاع غزة، ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة. على المقلب الآخر يتواصل القصف الإسرائيلي مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، إن كان عبر أسلحة الطيران أو على المدفعية. طبعا نحن نتواجد الآن على تخوم قطاع غزة، ربما يمكن أن تروا الآن بيت حانون شمال القطاع، هذه التي من خلفي الآن كما نراها من هنا من حدود قطاع غزة. بطبيعة الحال جرى تهجير معظم سكان المنطقة الشمالية جنوبا، والضغط الإسرائيلي يتواصل عسكريا على السكان للنزوح جنوبا، إن كان في شمال قطاع غزة أو من مدينة غزة. أساسا إسرائيل تحاول أن تدفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا، ولهذا أيضا يجري إدخال المساعدات جنوبا، وأعيدت المياه فقط إلى المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، ربما للتأثير على السكان كي ينزحوا جنوبا. متحدث عسكري إسرائيلي يقول بأن الجيش جاهز وبانتظار التعليمات السياسية. هذا يأخذنا مرة جديدة إلى الاستعدادات للاجتياح البري التي كانت إسرائيل عملت على الانتهاء منها، ولكن هل هناك أي مؤشرات سواء على الأرض أو حتى على المستوى السياسي تقول بأنه ربما سيكون هناك تعليمات ببدء هذا الاجتياح أم العكس؟
طبعا القرار هو بيد الحكومة الأمنية المصغرة بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة لموضوع إعطاء ساعة الصفر للغزو البري لقطاع غزة. لكن حتى في الصحف الإسرائيلية بات ينعكس الأمر، وهذا ما قلناه منذ الأيام الأولى، هو التأثير الأمريكي على القرار الإسرائيلي غير مسبوق في هذه الحرب. حاليا ما يؤخر العملية البرية كما بات واضحا هو أن الولايات المتحدة تريد أن تفحص إمكان إخراج نحو 50 رهينة يحملون جنسيات مزدوجة، بمعنى جنسية أجنبية وجنسية إسرائيلية، محاولة إخراج هؤلاء من قطاع غزة قبل أن تبدأ العملية البرية. وهناك تحذير في إسرائيل من قبل الكثير من المحللين العسكريين من أن حماس يمكن لها أن تقوم بذلك بالتقسيط، بمعنى كما فعلت في المرات الماضية أن تطلق سراح عددا قليلا من الرهائن أو الأسرى، وإسرائيل تقول أن ذلك بيهدف إلى كسب الوقت ومنع العملية أو تأخير على الأقل العملية البرية لأكبر وقت ممكن. هناك في صحيفة آرتس كان اليوم انتقاد لأداء الحكومة، تقول الصحيفة أن إسرائيل لا تبادر لا على الجبهة الجنوبية هنا مع قطاع غزة رغم هذه الغارات، لأنها انجرت إلى هذه الحرب وتتردد الآن في الدخول برا، ولا على جبهة لبنان حيث ترد فقط على استهدافات حزب الله اليومية على للقوات الإسرائيلية بصواريخ الكورنيت وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من الحدود، من المنطقة الحدودية مع غزة. خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن بلاده لا تبحث عن مواجهة في الشمال، وإنها تركز بدلا من ذلك على تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس. ووصف هرتسوغ حزب الله بأنه يلعب بالنار، قائلا إن إيران تريد زعزعة الاستقرار بالمنطقة. في المقابل أكد الرئيس الفرنسي لنظيره الإسرائيلي أن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن باريس ستقوم بكل ما يمكن لإعادة الأمن لتل أبيب ولكل المنطقة. أريدك أن تكون متأكدا أنتم لستم وحدكم في هذه الحرب على الإرهاب. أشكر إسرائيل التي وقفت في الماضي إلى جانب فرنسا التي تعرضت أيضا لهجوم إرهابي. يمكنكم القتال دون تردد ولكن دون توسيع الصراع. إذا لزم الأمر فإننا نقف جنبا إلى جنب معكم في هذه المهمة لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تشكيل لجنة تحقيق حكومية تظل صلاحيتها تحت إدارة الحكومة للتحقيق في نتائج هجوم حماس في 7 أكتوبر. وأوضحت أن نتنياهو لا يريد تشكيل لجنة مستقلة أو رئاسية يعينها الرئيس الإسرائيلي لإبقاء كل صلاحيات اللجنة بين يديها، في حين أكدت هيئة البث أن مكونات الائتلاف الحكومي من مختلف الأحزاب تشعر بالصدمة إزاء خطط نتنياهو. من القدس تنضم إلينا مفادة الحدث رفاء السعد. رفاء أهلا بك معنا، ما الجديد الذي يمكن أن تطلعين عليه الآن؟ نعم ضحى، في آخر تصريحات الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ما يقارب خلال 24 ساعة الماضية 400 هدف ضد حماس في قطاع غزة. قال أنه استهدف عدد من منصات الصواريخ، كما استهدف عدد من قيادي حماس، وأيضا استهدف 5 من قادة القسام من منظومة الصواريخ. وأيضا أعلن أنه استهدف عدد من المساجد كانت حماس تستخدمها بحسب ما يزعم الجيش. أيضا اليوم وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن وجود ما يقارب 278 مصابا في المستشفيات الإسرائيلية، 40 منهم لا يزالون في حالة خطرة، لكنها لم تحدد إن كانوا هؤلاء جميعهم من المدنيين أم هناك من الجنود أيضا من بينهم. أيضا في حملة الاعتقالات المستمرة في القدس، اليوم كانت الأنباء تتحدث أنه منذ ليلة الماضية ولغاية صباح هذا اليوم كان ما يقارب، هناك تم اعتقال 50
40 شخصا بين الضفة والقدس، وأيضا من بينهم فتاتان كان قد وضعا أو نشرا فيديو للحرب في غزة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي تعليق. أيضا اليوم اعتقلت القوات الإسرائيلية الممثلة العربية الإسرائيلية في الناصرة ميساء عبد الهادي بتهمة التحريض على الكراهية والعنف. أما بالنسبة للقدس نتحدث أنها لا تزال تحت إجراءات أمنية مكثفة، لا يزال الهدوء الأمني والترقب هو الذي يخيم على المدينة خاصة بعد الانتشار الأمني المكثف. اليوم وفي تطور جديد وملحوظ أغلقت جميع المداخل والمخارج من القدس وإليها، وهنا أصبحت القدس شبه مغلقة أو شبه معزولة عن بقية المدن، بقية الضفة الغربية ورام الله تم إغلاق حاجز قلقيلية وبيت لاهيا، كل هذه الحواجز أصبحت مغلقة وتم تطويق القدس بالكامل، وهناك انتشار أيضا لوحدات الحرس الحدود الخاصة بشكل كبير، وهذه الوحدات هي مختصة بالاعتقالات والاغتيالات، وأيضا هناك انتشار واسع لقوات الشرطة لفصل الأحياء ومنع الشبان الفلسطينيين من التجمع. نعم ضحى. أيضا فيما يتعلق بنقطة العمال التي أثيرت مؤخرا واستعانة إسرائيل في المرحلة المقبلة بعمال من دول أخرى، كان الحديث عن عمال من الهند، ماذا، هل هناك بيان رسمي، هل هناك قرار رسمي إذن من الناحية الإسرائيلية حول ذلك؟ صحيح ضحى أن إسرائيل أعلنت أنها ستقوم في المرحلة القادمة أو في المستقبل، وهذا طبعا أكيد كله سيحدث ما بعد الحرب وليس الآن، عن استقدام نحو أكثر من 150 ألف عامل من الهند لسد النقص في الأيدي العاملة، حيث كانت هناك بعض الصحف الإسرائيلية تتحدث أن إسرائيل لم ترغب بوجود بعض عمال من قطاع غزة بعد أن تنتهي الحرب، لأنها ذكرت أنها ستقطع علاقتها نهائيا بالقطاع، وهناك نقص أصلا حاد في العمالة حاليا في إسرائيل بسبب مغادرة بعض العمال بسبب المخاوف الأمنية والحرب الدائرة، فأصبح هناك نقص كبير في اليد العاملة. إذا نتحدث عن هذا الموضوع ضحى اقتصاديا ومعيشيا في قطاع في القدس، فإن القدس تعيش حاليا أوضاع معيشية صعبة للغاية بسبب الإغلاقات وبسبب الحركة الشرائية الضعيفة، وأيضا هناك حديث عن أن مكاتب أو شركات العقارات أصبحت يعني في ركود تام بسبب عدم القدرة على البيع والشراء، لا توجد حركة عقارية، وأيضا هناك أيضا نتحدث عن السياحة، السياحة الآن في ركود كبير، لا توجد سياحة حاليا، فأصبحت الفنادق شبه خالية، أصبحت الشوارع وخاصة الناس، إذا نتحدث عن القدس السياحة في القدس، فأغلب السياح الذين يأتون إلى هنا هم يتوجهون إلى القدس القديمة والبلدة القديمة، هذه المكانات كلها أصبحت مغلقة تماما وخالية من الناس، لذلك فهذا الركود الاقتصادي أصبح يعم إسرائيل كاملة والقدس تحديدا. بالنسبة أيضا للجدل على المستوى السياسي حول هذه اللجنة تحقيق حكومية إسرائيلية، يريد نتنياهو أن تكون تحت وضع وتصرف الحكومة وليس البرلمان، ما هي التفاصيل في هذه النقطة؟ نعم، اليوم كانت أعلنت الحكومة أنها في صدد الإعلان عن لجنة تحقيقية في تكشف أحداث أو تحقق في أحداث 7 أكتوبر. طبعا هذه اللجنة إذا تم أنه فعلا تشكيلها فهي كانت بسبب الضغط الشعبي الكبير وبسبب ضغط أيضا بعض السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين الذين يودون لغاية الآن معرفة ماذا حدث في 7 أكتوبر ولماذا هذا الاختراق الأمني وأين الجيش وأين الحكومة كانت في هذا الوقت. طبعا نتنياهو يتخوف كثيرا من هذه المرحلة، لذلك بحسب مراقبين أنه يرغب في أن تكون تحت هذه اللجنة تحت إدارة حكومته، لأن يعلم أن الشارع الإسرائيلي نحو مثل ما تحدثت قبل أيام صحيفة معارف أن 80% من الشعب الإسرائيلي يحمل نتنياهو مسؤولية هذا الاختراق الأمني ومسؤولية عدم تحمله هذا الاختراق. لغاية الآن رئيس الوزراء لم يعترف ولم يتحمل مسؤولية هذا الاختراق الأمني، لذلك هو يفضل أن تكون هذه اللجنة تحت إدارته بدلا من أن تكون تحت البرلمان ويتعرض للمساءلة والمحاكمة.
شكرا جزيلا لك مفادة الحدث رفاه السعد، كنت معنا من القدس، نعود إليك في نشرتنا القادمة لأي جديد يطرأ. وفي الضفة الغربية أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال الجيش الإسرائيلي 42 فلسطينيا على الأقل الليلة الماضية وفجر اليوم خلال سلسلة اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية وطالت عدة مدن وبلدات فلسطينية. اقتحمت مدينة الخليل وبلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم، بالإضافة إلى مخيم شعفاط شمال القدس وفق أعلام فلسطيني. وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة برقة شمال غرب نابلس. من الاقتحامات إذن نبدأ معك مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، تنضم إلينا من رام الله. ماذا عن باقي المدن أيضا في الضفة الغربية من حيث عدد الاقتحامات وإذا ما كانت مستمرة والاعتقالات أيضا؟ نعم، الأمور في هذه الأثناء طبيعية في الضفة الغربية، ولكن هذا حال الضفة الغربية قد تنقلب الأمور في لحظات وتتحول إلى مواجهات أو عمليات أو إطلاق نار. الليلة شهدت الأراضي الفلسطينية مجموعة كبيرة من الاقتحامات كما هو معتاد منذ 7 أكتوبر وحتى قبل 7 أكتوبر. الفرق أن الاعتقالات أصبحت تتم بالجملة هذه الأيام. نادي الأسير تحدث عن 42 معتقل، ولكنه أيضا حدث أرقامه وقال 50 معتقلا تم اعتقاله هذه الليلة. البارحة كان هناك نحو 120 معتقلا. عمليا منذ بداية الأحداث اعتقلت القوات الإسرائيلية 1600 فلسطيني داخل الضفة الغربية وقتلت أكثر من 95. المختلف أيضا هذه الليلة أنه لم يقتل أحد من الفلسطينيين خلال المواجهات والاشتباكات التي حدثت خلال اقتحامها لعدد كبير من المدن والقرى الفلسطينية. وكما تحدثنا سابقا، إسرائيل ما زالت يعني تعلن الحرب على حركة حماس سواء في غزة أو في الضفة الغربية. في الضفة الغربية هناك حملة اعتقالات واسعة. إسرائيل تقول أن 80% من مجمل المعتقلين هم من حركة حماس وناشطين من حركة حماس، أسرى سابقون للحركة، نواب سابقون، وزراء، كل من له علاقة بحركة حماس من بعيد أو قريب يتم اعتقاله. وبالتالي إذا بقيت الأمور على حالها قد يعتقد الآلاف من الفلسطينيين. طيب، هذا على صعيد الأوضاع الميدانية. على صعيد الأوضاع الأخرى عبد الحفيظ، وبالنسبة للوضع السياسي وهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب، وتقول السلطة الفلسطينية بأنه سيكون هناك زيارة إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هل هناك أي معلومات حول هذه الزيارة؟ هي زيارة لافتة، أول زيارة بهذا المستوى تكون إلى مدينة رام الله منذ أحداث 7 أكتوبر. الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى بوزير الخارجية الأمريكي بلينكين وأيضا برئيس الوزراء البريطاني سوناك، ولكن لم تكن هذه اللقاءات هنا في الضفة الغربية وإنما كانت في العاصمة الأردنية عمان وفي العاصمة المصرية القاهرة. لكن ماكرون سيصل إلى مدينة رام الله مساء هذا اليوم ليلتقي بالرئيس عباس والقيادة الفلسطينية. على جدول الاجتماع سيكون شكوى الفلسطينيين من ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحيال التصعيد في قطاع غزة، هذا كما وصلنا من بعض المسؤولين الفلسطينيين، إضافة لمحاولة الضغط على الجانب الفرنسي لكي يتواصل في موضوع إدخال مزيد من المساعدات وتسريع وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، المساعدات الإغاثية والصحية، وأن تصل هذه المساعدات ليس فقط للمناطق الجنوبية من قطاع غزة وإنما لشمال قطاع غزة. أيضا هناك حديث ربما على بعض الأسرى الموجودين لحركة حماس والذين يحملون الجنسية الفرنسية، إضافة لنقاش ما بعد
هذه المعركة وما بعد هذه المواجهة، ويعني موضوع الحل السياسي الذي يجب أن تسعى الدول كافة في العالم لفرضه على الجانب الإسرائيلي بما يحقق رؤية حل الدولتين وفق المعايير الدولية المنصوص عليها. للميدانيات نعود مرة جديدة بهذه الصور المباشرة، والتلفزيون الفلسطيني يتحدث عن قتلى وجرحى في قصف طائرات إسرائيلية محلا تجاريا في المحافظة الوسطى بغزة. إذن قتلى وجرحى بقصف طائرات إسرائيلية محلا تجاريا في المحافظة الوسطى بغزة، هذا نقلا عن التلفزيون الفلسطيني، ونرى هنا في نطاق ومحيط المستشفى وصول لمزيد ومزيد من الأعداد من المصابين والقتلى أيضا بعد كل قصف. نرى حركة يعني نشطة في محيط المستشفى، سيارات الإسعاف لا تهدأ منذ 7 أكتوبر في نقل المصابين، والقصف متواصل. نحن تحدثنا أيضا نقلا عن التلفزيون الفلسطيني بأن عدد القتلى وصل إلى 5300 قتيل، وأيضا عدد الجرحى وصل إلى أكثر من 15,000 مصاب. أعداد كبيرة من هؤلاء المصابين هم في إصابات حرجة، وبالتالي عدد القتلى مرشح للزيادة وأيضا مرشح للزيادة لأن القصف لم يتوقف إلا فقط حينما كان هناك تبادل للأسرى، تم بالأمس أو تسليم إطلاق سراح من قبل حماس لأسيرتين بالأمس. فقط هدأت الأوضاع على المستوى الميداني وعلى مستوى القصف لساعات قليلة جدا قبل أن يتطور مرة أخرى ويستأنف مرة أخرى بقصف عنيف من قبل القوات الإسرائيلية. أعود إليك عبد الحفيظ، وأيضا فيما يتعلق بالنسبة أيضا لهذه الزيارة، كيف انعكست على الأجواء الاقتحامات سواء أو يعني إذا فعلا ما قام ماكرون بهذه الزيارة التي تقول بأنه اللافت فيها بأنها ستكون في رام الله، هل انعكس ذلك بأي شكل من الأشكال على الوضع الميداني أو أي إجراءات تتخذ الآن؟ نعم، ربما هذا سبب عدم إراقة الدماء هذه الليلة في الضفة الغربية. أحيانا نشاهد ذلك نحن كمراقبون على الأرض، أنه في ظل بعض الزيارات الدبلوماسية عالية المستوى تخفف إسرائيل من حدة ووطأة الاستخدام للرصاص الحي وعمليات القتل، ما يعني تهدئة النفوس قليلا لحين انتهاء هذه الزيارة. وبالتالي مثلا على صعيد قطاع غزة كان هناك حديث أن أي هجوم بري لا يمكن أن يكون قبل يعني مغادرة الرئيس الفرنسي البلاد. وأيضا في الضفة الغربية شهدنا هناك تخفيف لحدة إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية خلال هذه الليلة، ربما ما يهدئ النفوس قليلا، ما يطيح للرئيس الفرنسي أن يصل إلى رام الله بكل اطمئنان ويلتقي مع القيادة الفلسطينية. هذه سياسة ممارسة من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن كما قلت الأمور تبقى مرشحة للانفجار في كل لحظة. الضفة الغربية تقف على حافة الهاوية تقريبا، الأمور قد تنفجر في أي لحظة بسبب ممارسات المستوطنين من جانب. يواصل بن غفير مثلا وزير الداخلية الإسرائيلي استعراض عمليات تقديم الأسلحة الرشاشة ومختلف أنواع الأسلحة للمستوطنين وتسليح المستوطنين في الضفة الغربية، ونتحدث عن 500,000 مستوطن موجودين في الضفة الغربية لديهم رخص استخدام السلاح بشكل كبير ويشكلون جيشا قائما بحد ذاته داخل الضفة الغربية، يواجهون فلسطينيين في القرى والمخيمات والبلدات. هؤلاء الفلسطينيين يعتقلون على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فما بالك إذا كان الأمر يعني اقتناء سلاح ما أو ما إلى ذلك، يحاكمون يعني هذه اقتناء السلاح في الضفة الغربية للمواطنين تعتبر جريمة كبرى تحاكم عليها إسرائيل بعشرات السنوات، وخصوصا إذا كان هذا السلاح قد يستخدم ضد أهداف إسرائيلية. وبالتالي موازين القوى مختلة بشكل كبير جدا في الضفة الغربية. المستوطنون يواصلون عمليات تنفيذ عمليات يسميها الفلسطينيون عمليات انتقامية، وخصوصا اتجاه المزارعين، اتجاه المركبات، اتجاه بيوت الفلسطينيين. وهذا أيضا في محور حديث، عادة محور حديث القيادة الفلسطينية مع أي مسؤول أوروبي أو مسؤول أجنبي يصل إلى هذه المنطقة، لأن هذا الأمر يشكل فتيلة انفجار في أي لحظة، وعادة ما يضغط على الجانب الإسرائيلي لمحاولة كبح جماح هؤلاء المستوطنين الذين من شأنهم يعني أن يفجروا الأمور الميدانية في الضفة الغربية بشكل كبير. نعم، ربما أيضا أستطلع معك
المعابر، الحواجز المغلقة في بعض المناطق، وبعض التفاصيل حول هذه النقطة. هذه المعابر والحواجز هي أصلاً موجودة قبل أحداث غزة، وهي تتحكم بحياة الفلسطينيين من دقيقة إلى أخرى. على مداخل المدن الفلسطينية هناك حواجز كبيرة موجودة يتحكم بها الإسرائيليون، هناك بوابات يمتلك مفاتيحها الجنود الإسرائيليون. منذ بداية أحداث غزة الكثير من هذه البوابات أغلقت والجنود قاموا بإغلاقها، وبالتالي لا سبيل للخروج أو الدخول أو نقل بعض البضائع من مدينة إلى أخرى بسبب أن هذه الحواجز والمعابر مغلقة، وأيضا العديد من الحواجز الطيارة توضع من مكان إلى آخر، بمعنى تصبح الحياة معقدة بشكل كبير. الآن نتحدث مثلا إذا كنا نريد الذهاب إلى مدينة الخليل التي تبعد نحو 60 كيلومتر من مدينة رام الله، قد يستغرق الأمر يوما كاملا في بحث عن طرق التفافية تدخل من القرى وما إلى ذلك، لأن الشوارع الرئيسية مغلقة بشكل كبير. المعابر التي تفصل بين الضفة الغربية وبين إسرائيل والتي عادة ما يستخدمها العمال الفلسطينيون هي الأخرى مغلقة، والعمال بلا عمل منذ نحو 17 يوما، بل والبارحة كان هناك أنباء أن إسرائيل تفكر في استقدام نحو 170 ألف عامل من الهند ليحلوا محل هؤلاء العمال الفلسطينيين، وذلك إذا حدث بالفعل قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية وكارثة اقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني. طبعا هذا كله يضاف إلى أوضاع الأسرى داخل السجون الصعبة. نعم، سنبقى إذن في متابعة معك لمزيد من التفاصيل أيضا. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، كنت معنا من رام الله. دخلت قافلة رابعة من المساعدات الإغاثية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وخلال الأيام الثلاثة الماضية دخلت ثلاث دفعات تتضمن 55 شاحنة شملت مستلزمات طبية ومواد غذائية لم يكن من بينها وقود، بهذا يرتفع الإجمالي إلى 75 شاحنة دخلت القطاع حتى الآن. قبلها حذر مدير الأونروا في غزة من أن مخزون الوكالة من الوقود يكفي لثلاثة أيام فقط، بعد ذلك لن تتمكن المستشفيات في قطاع غزة، مضيفا أن الحرب التي دخلت يومها 18 تعتبر الأكثر دموية من بين حروب غزة. الجميع في غزة خائفون من القصف الجوي، يمكنك أن تلمس شعورهم بالتوتر، يمكنك أن تلمس الخوف في نفوسهم. الناس بحاجة ماسة إلى البحث عن مأوى. أدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن يتوقف القتل والدمار، الناس خائفون على حياتهم في غزة، هذا الصراع يجب أن ينتهي. قال رئيس البنك الدولي إن التغيرات الجيوسياسية والأزمة بين إسرائيل وحماس سيكون لهما تأثيرات كبيرة على التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. جاءت تصريحات رئيس البنك خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض. من خان يونس سينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك معنا من جديد، ما هي آخر التطورات خاصة في ظل قصف إسرائيلي متواصل وآخره كان هذا القصف على محل تجاري في المحافظة الوسطى بغزة؟ بالفعل ضحى، قبل قليل كان هناك استهداف بجوار متجر أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهذا الاستهداف الثاني. قبل أيام كان هناك استهداف سوق النصيرات وسط القطاع، تم استهدافه بالكثير من الأحزمة النارية مما ألحق دمار كبير
داخل هذا السوق الشعبي في مخيم النصيرات وسط القطاع. بالإضافة ضحى إلى أن الآن في شمال القطاع المدفعية الإسرائيلية تقوم باستهداف منازل المواطنين في بلدة بيت حنون ومخيم جباليا ومخيم بيت لاهية شمالي القطاع، هذا بالإضافة أيضا إلى شرق خان يونس ورفح. أيضا المدفعية تقوم بإطلاق القذائف باتجاه منازل المواطنين في هذه الأثناء. هذه آخر التحديثات الآن من قبل المدفعية الإسرائيلية، وأيضا الطيران الحربي الإسرائيلي الذي قصف قبل قليل كما ذكرت بجوار متجر أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع. هذا عدا أيضا عن الاستهدافات والغارات الإسرائيلية ضحى في مدينة غزة التي كثافة النيران فيها أكبر وأشد في كافة أنحاء المناطق في مدينة غزة في غربها وشرقها وفي شمال أيضا مدينة غزة في حي الشيخ رضوان وحي النصر وأيضا مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ونتحدث عن جعية وحي التفاح وحي الزيتون. قصفت منازل المواطنين بشكل عنيف في الساعات الماضية. هذا عدا أيضا عن الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة في شمالي القطاع في كما ذكرت بيت لاهيا وأيضا مخيم جباليا التي تستهدفهم منذ 3 أسابيع بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين. الدمار كبير في بلدة بيت حنون شمالي القطاع، شاهدنا صورا وفيديو يعني يوثق أن بلدة بيت حنون أصبحت مدينة أشباح، لا يوجد بها يعني أحد من السكان في تلك المنطقة، على الرغم من أن يسكنها أكثر من 65,000 نسمة، ولكن معظمهم أو كلهم ضحى الآن خارج هذه البلدة التي أصبحت يعني مدينة أشباح. القصف الإسرائيلي متواصل عليها من قبل الطيران الحربي وأيضا المدفعية الإسرائيلية. القصف أيضا في خان يونس وفي رفح ما زال مستمرا على مناطق متفرقة وأراضي زراعية فارغة في الساعات الماضية. أيضا كان هناك استهداف لمنزل لعائلة الزبن وعائلة صبح وعائلة قشطة في رفح في الساعات الماضية، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا. حتى هذه اللحظة ضحى عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 5300 ضحية، نتحدث أكثر من 18,000 إصابة وصلت مستشفيات القطاع، وبالتالي هذا العداد من الإصابات وأيضا الضحايا في ازدياد دائم ولحظي نتيجة الاستهدافات والغارات الإسرائيلية المستمرة في كل أنحاء القطاع. في متابعة معك، شكرا جزيلا لك مراسل الحدث أحمد حرب، كنت معنا من خان يونس. يخيم الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية بأن الطيران الاستطلاعي والحربي الإسرائيلي حلق فوق قرى القطاع الغربي والساحل اللبناني. كان الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة ليلا فوق النقورة واللبونة وعلم الشعب. يأتي ذلك في وقت وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مقر عمليات الجيش في جنوب الليطاني في ثكنة صور في زيارة مفاجئة
الناجئة إلى الجنوب. كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون، في حين أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 9000 شخص فروا من القرى الحدودية باتجاه مدينة صور. سمح الهدوء بعودة عدد من العائلات اللبنانية من أماكن نزوحهم إلى منازلهم لتفقدها، بينما لا تزال المدارس المداخمة للخط الأزرق ما زالت مقفلة. واليوم أعلن حزب الله في بيان مقتل 3 من عناصره في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء جولة التصعيد الحالية مع إسرائيل إلى 33. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أي هدنة في قطاع غزة ستمنح حركة حماس استراحة لمعاودة لشن هجمات على إسرائيل. نقل بيان للوزارة عن المتحدث ماثيو ميلر قوله إن ما ستواصل واشنطن القيام به هو التركيز على إدخال مساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن أي وقف لإطلاق النار في التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر الجاري سيعني استمرار معاناة إسرائيل. Israel has suffered this terrorist attack, and Israel continues to suffer ongoing terrorist attacks. There are rockets, as I said a moment ago, that continue to be launched from Gaza targeting Israel. Any ceasefire would give Hamas the ability to rest, to refit, and to get ready to continue launching terrorist attacks against Israel. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أضاف ردا على سؤال الحدث أن إسرائيل تعرضت لهجوم إرهابي ولديها الحق بالدفاع عن نفسها. We are working with Israel to develop a mechanism to. مرة أخرى، نحن نعمل مع إسرائيل لإنشاء مناطق آمنة داخل غزة يمكن فيها حماية المدنيين. نعمل أيضا مع إسرائيل لتطوير آلية لحماية المرافق الطبية والمواقع الإنسانية، بما في ذلك مناطق إيواء المدنيين. ستكون هناك نقاط توزيع، وهذا يشمل الإمدادات الإنسانية. لكن علينا ألا ننسى أن إسرائيل ضحية لهجوم إرهابي مروع. لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم كما تفعل أي دولة ضد منظمة إرهابية. في هذا السياق نعمل مع إسرائيل لضمان حماية المدنيين إلى أقصى حد ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية. أنا لا أتحدث عن أي تقييم استخباراتي محدد حول صواريخ تم إطلاقها في الأيام القليلة الماضية، ليس فقط من تقييماتنا ولكن من تقييمات أخرى. مفادها أن حماس تقوم باستخدام البنية التحتية وتتواجد بين المدنيين. الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بإطلاق سراح الامرأتين المحتجزتين في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال بايدن إنه ملتزم بالجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين. قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن شدد خلال الاتصال على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية التي تحتاجها غزة بشدة. أضاف البيان أن بايدن أطلع نتنياهو على أحدث مستجدات الدعم الأمريكي لإسرائيل ومساعيه للردع الإقليمي الذي يشمل انتشارا عسكريا أمريكيا جديدا. نقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس بايدن قلقة من افتقار إسرائيل إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة. أضاف المسؤولون إن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا بعد لشن غزو بري على قطاع غزة بخطة يمكن أن تنجح، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أكد الحاجة إلى دراسة متأنية لكيفية قيام الجيش الإسرائيلي بغزو بري لغزة. لكن مسؤولي إدارة بايدن بحسب نيويورك تايمز يصرون على أن واشنطن لم تخبر تل أبيب بما يجب عليها فعله وما زالت تدعم الهجوم البري. لكن المسؤولين الأمريكيين كشفا للصحيفة أن العملية البرية قد تكون أكثر دموية بالنسبة للقوات والمدنيين.
لكن وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاس قال إن تل أبيب لن تتراجع مع غزو بري محتمل لغزة بسبب قضية الأسرى المحتجزين لدى حماس. قال كاتس إن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لإعادة الرهائن، لكن هذا لا يمكن أن يعيق تحركاتها بما في ذلك الهجوم البري إذا قررت ذلك، معتبرا أن حماس لا تريد أن يدخل الجيش لتدمير بنيتها التحتية، لكن ذلك سيحدث. يعقد مجلس الأمن جلسة علنية مفتوحة اليوم حول الحرب في غزة. سيشارك في الجلسة 7 وزراء خارجية عرب، من بينهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري ووزراء خارجية دول غربية أخرى. هذا وستعقد البعثة السعودية اجتماعا تنسيقيا قبل جلسة مجلس الأمن على مستوى السفراء. دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى وقفة إقليمية ودولية جادة لوقف التصعيد في غزة، حيث وصف التصعيد الإسرائيلي بالخطير ويهدد أمن المنطقة والعالم. نحن نقول كفى، لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان، ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره. نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم أمريكا بالتدخل بشكل مباشر في الصراع الدائر في غزة، وذلك عبر نشر حاملتي طائرات بالإضافة لآلاف الجنود في المنطقة حسب تعبيره. كلما اتخذت أي دولة مثل هذه الإجراءات الاستباقية، كلما زاد خطر تصعيد الصراع فعلياً. أمريكا هي واحدة من القوى التي تدخلت بالفعل في الصراع، ويتجلى ذلك في نشر حاملتي طائرات إضافة إلى نشر آلاف من القوات المقاتلة في منطقة الصراع حسب رأيي. إذن مشاهدينا، نشاهد هذه الصور المباشرة، هي للحظة إلقاء منشورات في الجو من قبل إسرائيل. إذن إسرائيل تلقي بمنشورات فوق قطاع غزة. إذن صوت الطائرات المسيرة يصاحبه إلقاء لمنشورات تحذيرية فوق غزة من قبل الطائرات الإسرائيلية. إذن هذا صوت الطائرات المسيرة التي ألقت الآن منشورات تحذيرية فوق غزة. ما الذي تحمله هذه التحذيرات، هذه المنشورات؟ سنتابع. إذن طبعا كنا تابعنا في الأيام الماضية تحذيرات وتهديدات للمستشفيات بضرورة إخلائها، لكن هذه المرة في هذه المنشورات في انتظار أن نعلم ما محتوى هذه المنشورات التحذيرية التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق غزة.
من رام الله. سنبقى مع هذه الصورة مشاهدينا، ومن رام الله المحلل السياسي محمد هواش. إذن هذا الشكل الذي نتابعه الآن لإلقاء منشورات على قطاع غزة، ما الذي نتوقعه في هذا في محتوى هذه المنشورات برأيك؟ لا نعرف بالضبط يعني ماذا تحتوي هذه المنشورات، ولكنها بالتأكيد يعني توجيهات للمدنيين بالتوجه إلى خارج مناطق محددة مستهدفة بالقصف، وبالتالي هي استمرار للمنشورات الأولى التي يعني أطلقت على منطقة شمال قطاع غزة، وأمرت وأشارت على المواطنين في هذه المنطقة التوجه إلى جنوب قطاع غزة، وهذه لن تكون يعني جديدة عن هذا المنحى، لأن إسرائيل ما تزال يعني حتى الآن تصر على أنها ستقوم بعملية برية، وبأن جيشها سيقوم بدخول قطاع غزة، وبأنها تفضل ألا تصطدم بالمدنيين، وتقول للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أن يتوجهوا إلى الجنوب، وهناك يعني خوف وخشية من أن تقوم بعمليات قصف مركزة وشديدة للمدنيين في الجنوب من أجل يعني تهجير قسري إلى سيناء كما كانت يعني يتم التداول بذلك، وهذه خطة رفضها الفلسطينيون. نعم. العرب والفلسطينيون متمسكون ببقائهم في أماكنهم باستثناء يعني الهجرة الفردية، كل شخص يشعر بالخطر في مكان ينتقل إلى مكان آخر، ولكن فكرة الهجرة والتهجير مرفوضة حتى الآن. طيب أستاذ محمد هواش، تتحدث معنا من رام الله، وإلى رام الله سيصل أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه الزيارة اللافتة، لأنها تنعقد في رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. صحيح يعني سبقها زيارة لأنتوني بلينكين وأيضا ريشي سوناك، ولكن هذه الزيارات كانت في الأردن أو في مصر. هذه الزيارة الآن إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ما الذي يمكن أن تسفر عنها؟ وأي رسائل يحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ نعم، هي رسائل فقط لا غير، لن يسفر عنها أي شيء على الإطلاق، لأن يعني الولايات المتحدة هي التي تقرر ماذا يجب أن يتم وماذا يجب أن يتحدث فيه وما يجب يعني الإشارة إليه في كل المعارك. هذه المعركة تحديدا تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى السياسي وبالمعنى حتى العسكري الميداني، هناك يعني جدار سياسي بنته الولايات المتحدة الأمريكية حول إسرائيل وحول حقوق إسرائيل دون الالتفات إلى حقوق آخرين، إلى حقوق الفلسطينيين في هذه المنطقة، ويعني الانتظار يعني انتظار نتائج المعارك فقط والحسم بناء على المعارك. الرئيس الفرنسي يعني كما كل رؤساء أوروبا أيدوا موقف إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولم يلتفتوا على الإطلاق حتى الآن إلى حقوق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس. ولكن فرنسا التي كانت سياستها متوازنة بين الفلسطينيين والعرب وبين يعني في الصراع العربي الإسرائيلي، اليوم تنحاز بشكل إجباري وخطر يعني إلى تأييد إسرائيل، ولكن تريد فرنسا بهذه الزيارة أن تشير إلى مواقفها التاريخية أو مواقفها يعني المتوازنة حيال هذا الصراع. هذه المواقف التاريخية كيف يمكن أن تنسحب على الموقف الأوروبي المنقسم؟ الموقف الأوروبي موضوع آخر، نحن نتحدث عن فرنسا. فرنسا دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي ودولة كبيرة في أوروبا، هي وألمانيا وبريطانيا، هذه الدول الثلاث دول كبيرة ولها تأثير على السياسات العامة، وهي يعني التي تستند إليها الولايات المتحدة في السياسات العامة، وبالتالي يعني هناك يعني ربما يكون هناك رسالة أهم من كل هذا، يعني يريد الرئيس الفرنسي إيصال رسالة بأن السياسة الفرنسية متوازنة في النظر إلى الفلسطينيين والإسرائيليين وحقوق الطرفين، وبهذا المعنى هو
يؤيد بمعنى ما أن تبتعد إسرائيل عن ارتكاب جرائم، ويعني أن تتوقف عن القصف الجوي للمدنيين وهكذا. وأيضا المسألة الأخرى أنه يأتي في إطار العلاقة المميزة للبنان بفرنسا، وبالتالي ربما يريد أن يطمئن إسرائيل بأن لن تكون هناك يعني معركة من لبنان، وبأن الاحتكاك هذا لن يؤدي ولا يفترض أن يؤدي إلى يعني توسيع نطاق المعركة، وبالتالي إشغال الجيش الإسرائيلي الذي سيقوم بعملية برية في قطاع غزة بعملية أخرى قد تكون أكبر منها بأضعاف في الشمال. هذه الرسائل يعني التي يحملها، والرسالة فيما يتعلق بوصوله إلى رام الله أو والتقائه بالرئيس محمود عباس أنه يقول بأن فرنسا تؤيد مواقف الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد هواش، كنت معنا من رام الله. شكرا. إذن مشاهدينا، هذه تغطية مستمرة للحرب الإسرائيلية على غزة، هذه الساعة انتهت، وتلقاكم زميلتي تهاني الجهني على رأس الساعة، إلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.